السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله طيبين. رجعنا لكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من لعبة يخت ميكانيك سيموليتر أو محاكي إعادة ترميم أو إصلاح اليخوت أو القوارب. قبل لا نبدأ الفيديو لا تنسون الصلاة على النبي وتضيفني على السناب هنا لايكك وحش واشتراك في القناة إذا ما كنت مشترك، تفعل جرس التنبيهات وأتمنى لك مشاهدة ممتع. طبعا يا شباب ما ادري ايش اللي صار عندي في البي سي، في شيء غريب. اولا لعبة اللي هو محاكي اعادة بناء المانيا صارت لي فيها مشكلة وما عاد قدرت اشغلها نهائيا، دائما يطلع لي ايرور انه انا ما اقدر اشغل لعبة. ما ادري اذا الشركة قفلت طور اللي هو البيتا او التجربة، ممكن وقفوه الى وقت اخر الله اعلم، لكن للاسف ما نقدر نكمل السلسله هذه، فقلت نرجع الى محاكي اليخوت وننزل فيها بما انه في ناس كثير عجبتهم. وعلى طول ندخل على الجيم ونتوجه الى الكمبيوتر ونشوف ايش في عندنا. اوكي في عندنا شيء ب 7000. اوكي حلو، هات ابو 7000 هذا. ما ادري صراحه ايش المشاكل اللي فيه، بس مكتوب فيكس ماي كاتلن مدري ايش. المهم اللي هو خلينا نشيله ونصلحه. حيطلع لنا الآن القائمة اللي على اليمين المشاكل اللي موجودة في البوت هذا. طبعا أولا أوله هذا ممكن اشتغلناه الحلقة اللي فاتت بس اللون يختلف، اشتغلنا لنفس هذا بس اللون يختلف. عندنا أول شيء clear the dock اللي هو شيل المخلفات في البارت. عندنا مخلفات 8 وعندنا في البارت عندنا 1 قطعة ناقصة، وعندنا replace اللي هو إعادة تغيير قطعتين. فا اوكي ما في مشكله، نقول بسم الله توكلنا على الله، نبدا نشيل اللي هو التراش او الزبالات او زباله. ايش جمع الزباله يا شباب؟ هي صح زباله خلاص. زبالات، ما ادري ليش قاعد اقول زبالات. خلينا نشوف ايش في باقي. كم باقي؟ باقي والله باقي اكثر تصدقوا. اوكي هنا في موجود، باقي ثنتين الان، ثنتين الآن. وين الثنتين؟ أوكي هذه واحدة هاتا. المفروض إنه في باقي واحدة، خلينا نروح على قدام ونشوف، ممكن يكون طايح هنا، ممكن يكون كوب أو شيء. في باقي عندنا شيء بس ماني قادر ألقاه، شيء غريب يا أخي. طيب أقدر أروح بحرف الفي. أوكي هذه وين؟ هذه وين؟ وش في هنا؟ ما اقدر اشيلها ليه؟ ممكن تنظيف. اوكي حتى التنظيف يعتبر من ضمن ال، اذا كان تنظيف جوة القارب يعتبر من ضمن التراش او الاوساخ. طبعا الان بنتوجه الى البارت الناقص. لا ابي الناقص، وينه؟ اوكي اوه فيه مشكلة هنا، عنده الدعسات ما هي موجودة. ف هذا كيف؟ هذا احمر، هو مراتبه حمراء فنخلي هذا احمر معاه. شوف المرتبه هذه احمر، والش اسمه ذي القارب يعني في ميكس الوان احمر مع ابيض، فخلي الدعسات احمر شكلها كذا جميل. الان حنشوف ايش في باقي عندنا. اوكي المقعد هذا كامل يحتاج له تغيير. اوكي اول لازم نشيل السنارات، نسوي لها ريموف. تمام سوي باك. الان اتوقع اقدر اشيله، اسوي له ريموف ولا لازم؟ اوكي لازم مفتاح، ما في مشكله. لازم نشيل القواعد حقات الكرسي ونبدلها بالكامل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، والله مصامر مصامير 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 كثير. انا مره التركيز عندي صفر لاني قبل شوي صورت مقطع كامل في النهايه ما عجبني، ما ادري ليش. الان اقدر اسوي له ريموف. نروح على الشوب. اوكي هل نشتري له كرسي افضل؟ في عندنا بادجت بس في كراسي جدا غاليه تصدقون، في حتى ب 1000. اشتري له شيء كذا مره فخم، اشوف مقعدين حلوه بس رخيصه مقعدين تصدقوا. خلينا نشتري له زي حق الاحمر بس ابو 1000. اوكي نرجع نركب المسامير ونشوف كيف بيكون الشكل النهائي. اوكي الان نرجع نركب السنارات حقتها. اوكي الان ما باقي عندنا، اوكي في باقي شيء ثاني يحتاج له ريبليس. اوكي اللي يحتاج انه احنا نفك ال وات، يحتاج انه احنا نغير هذا بالكامل.
اوكي لازم اول نفك الشفره. خلينا نسوي ريموف. اتوقع في البدايه بهذا. يب. بعده بالدسميس اتوقع. يب. وبعده بالمفك هذا. يب خلصنا. الان نقدر نسوي لها ريموف ونسوي باك. يا ليل باك يا حجي. طيب الان هذه نقدر نسوي لها ريموف. يب قدرنا نسوي لها ريموف. نروح على الشوب. في ب 1400 اثنين كلها 1400 1400. ايش الفرق بينهم ما ادري. سنجل انجن كلهم سنجل انجن. يا عم اشتري لي اي واحد وخلاص. خلينا نركب المروحه. عطني المروحة سوي له أكسبت ونبدأ الآن بطريقة عكسية. نبدأ أول شيء بهذا بعده الدسميس وبعده أبو جلمبو. إذا خلصنا منه إيش باقي؟ باقي الآن التنظيف. باقي لنا الآن التنظيف. عطني مرش التنظيف. طبعا ترى في حتى بويا نقدر إنه إحنا نرش بويا. فشيء جميل هذا يعني. في بعدين مستقبلا حجينا خيارات اكبر. الان ننظف القارب بالشكل هذا بالكامل. نحاول نشيل الاوساخ. يا ليل ام الذبانه هذه ابقتلها الذبانه هذه. باقي شيء بسيط بس. يب كذا خلصناه. نقول على الباك. نشيل الزباله اللي طلعناها من القارب. لازم تشيلها تحطها في شو اسمه ذا. اوكي صراحة ما ودي اسوي له تيست لان اتوقع هذا جربناه. القارب هذا جربناه في الحلقة اللي فاتت. فنشوف قارب ثاني فنسوي له فينش. خلصناه ركبنا له ماكينة واموره تمام. اوكي جانا 3600 صافي ربح. صار معنا 42000. هذا وشو هذا؟ لا هذا ليون. هنا عندنا البنك. طيب احنا المفروض وات دفعت. انا دفعت عشان اخذ ستيج 2. وش ستيج 2؟ دقيقه دقيقه. ستيج 3 سعره 50000. دفعنا 26000 على ستيج 2. تطوير ستيج 2 دفعنا عليها. اوكي هذه 50000 تطلب. بس ايش فائده التطويرات هذه؟ ما ادري حد الان ما عندي علم. نروح على طول مع الاغلى يا شباب. يا رب انه قارب جديد ويكون شكله جميل. اوكي هذا القارب امس اشتغلنا زيه. اوه هذه نسينا ما نرميها. هذا القارب اشتغلنا امس زيه. له ناقصه كم؟ 7 اشياء ناقصه يا شباب. يا ساتر. خلينا نروح على النواقص ونشوف ايش اللي نقدر نجيبه. اولا عندنا هنا اللايف جاكيت. على طول نروح نشتري له واحد. افتح لي الباب هذا. في شيء ناقص هنا. عطني بالشكل. دقيقه ايوه هذا ناقص. يا ساتر والله يا هذه معدومة. دقيقة دقيقة خلينا دقيقة دقيقة اكزت. في اوكي هذه اصلا يحتاج لها تغيير. فسوي لها باك. يا ليل علق عشان ما يعذبنا. طالما انه الكيبل مفتوح خلينا نسوي لهذا ريموف ونسوي باك ونسوي لهذا ريموف بالشكل هذا. اوكي ريموف ونسوي له من الشوب واحد جديد. ركب يا مدير. الان نقدر نركب باقي الكيابل. امورنا طيبه لان هذا علق فينا في الحلقه اللي فاتت. جاب فينا ام العيد. جيب لهذا كيبل جديد تمام. ايش في ناقص هنا في حجره المحرك؟ اوكي وش ذي؟ بطاريه. يب بطاريه. عطيني ايش دقيقه دي. اعطيني الشب. جيب له بطارية تمام. الكيبل هذا كمان ناقص ولا هو موجود؟ لا والله ناقص. خلينا نجيب له من الشب واحد. امورنا طيبة ان شاء الله. طيب في حجرة المحرك اتوقع انه في عندنا مصيبة. الانجن بكبره عطلان. لازم نفك الكيابل ولازم افك المحرك اللي ورا. طيب ما في مشكلة خلينا نسوي لهذه ريموف. يا ليل علق تمام. الان دخلنا على الانجن. كيف اقدر افكه؟ لازم افك الغطاء. طيب ايش بقى؟ يا ساتر هذه الكيبلات كلها لازم تنفتح. سوي له ريموف. ايش باقي كمان؟ يا ساتر هذه بيني افتح كل شيء يا شباب.
توقع القارب هذا بيعذبنا عذاب نفسي يا شباب. رجعنا للي ما يا ليل. حلو، شلنا المحرك، نروح الشوب ونجيب له في محركين. والله باخذ الارخص والله. الله معليش والله باخذ الارخص. طيب خلاص كذا. ولد اكزت، روح على باك يا ولد. طيب الان لازم نركب الاشياء اللي فكيناها بالكامل. فعندنا اول شيء الفلتر نسوي له تركيب، اوكي. بعدها عندنا الكيبلات هذه نسوي لها تركيب، بعدها عندنا كمان الكيبلات هذه نسوي لها تركيب، الكيبل حق الفلتر نسوي له شكل. المهمة ذي بتوقف علينا بخسارة انا حس كذا يا شباب. الغطاء هذا كمان يحتاج له تركيب. اتوقع كذا خلصنا، يب خلصنا من حجرة المحرك. اوكي عندنا مشكلة هنا، هذا بكبرة لازم نفك اول شيء المروحة، نفك الشيء هذا تمام ونجيب له جديد ب 350. اوكي مروحة حقته سليمة، نركبها ليش لا. طيب ايش في باقي يحتاج له تغيير يا شباب؟ يا ساتر، هذا بكبره يحتاج له تغيير، جيب له واحد جديد. والله اعطيه مظلة صغيرة اشوفها كويسة. اطلع المفتاح وركب يا مدير. احس القوارب اغلبها نفس بعض، شيء هذا يعني شوي بيزعلني. دريلة جديدة هذا. طيب ايش في باقي يحتاج له؟ اللي قدام المراتب يحتاج له تغيير. اوكي نسوي لها ريموف، نجيب له جديد. ايش كان اللون هو هذا؟ يب هذا سبت. طيب الان خلصنا شيء، في باقي لنا شيء ثاني اللي هو الفيل بارت او الاشياء الناقصه. عندنا يحتاج لها دركسون، نجيب له دركسون ليش لا، ويحتاج له المقبض هذا، نجيب له مقبض ليش لا، الدائري طبعا حقه، وهذا بالدسميس. اوكي تمام. باقي غير بس الكلين، الان ننظفه على السريع. اوكي قربنا نخلص، اتوقع بس باقي المناطق هذه اللي فوق نسوي لها تنظيف بالشكل هذا. اوكي خلاص بس خلصنا من القارب هذا، عارفينه وحافظينه، ما يحتاج ابدا اي تست، لان اتوقع ما ادري يا هو يا الثاني اللي جربناه. شوف المكسب 9800، شوف مكسبنا كم، 1800 بس. يا ساتر بدأت تصعب اللعبة، لاحظ انها بدأت تصعب. المشكلة لو يخلوني اقدر اشوف اشكال القوارب اساس اعرف ايش اطلب، فما ادري كيف الطريقة. اباخذ هذا ب 12000 نختم فيه. 12000 يعني في اشياء كثيرة، ان شاء الله انه يكون بوت كبير ان شاء الله. يا ليل القارب الصغير ذا يا اخي، خلاص هلكت انا. طبعا البوت هذاك اشتغلناه وخلصنا، فاخيرا الان جانا بوت جدا ضخم جدا كبير حيهلكنا اكيد، ولكن شكله يا رجل مره كبير. هذا ودي اسوي له تيست، هذا لازم ننظفه ونصلحه ونسوي له تيست يا شباب. نقول بسم الله ندخل على البوت الضخم. عندنا اول شيء تراش، اربع اشياء وسخه لازم ننظفها، عندنا ثلاث اشياء ناقصه، عندنا 9 اشياء يحتاج لها تصليح، عندنا كلين بروسيس يحتاج له اللي هو تنظيف، وعندنا يحتاج ريستور تيك. وش ذا ريستور تيك؟ ما ادري وش ذا، هذا اول مره اشوفه ترى. خليني نضغط في هذه الاوساخ، هذه الاشياء اللي يحتاج لها اصلاح، هذه الاشياء اللي يحتاج لها انه احنا نجيبها. ولد انزل لي على التنظيف، على اخر شيء. وش ذا اخر شيء؟ ما ادري هذا اخر شيء، ما ادري وش هو، ما هو راضي يجي. ولكن خلينا نبدا في تنظيف الاوساخ اولا. نشيلها بالشكل هذا، عندنا الان 2 هو 4. هذه يحتاج لها تنظيف بالشكل هذا. نظف يا مدير.
في باقي واحدة. وين هي؟ قدام أتوقع صح؟ لا جوا 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 جوا. ارجع 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 ادخل جوا. أيوة عطني على هذه. تمام التمام. أوكي باقي شوي. تمام خلصنا أول شيء. الآن عندنا الأشياء اللي يحتاج لها تغيير. عندنا السياج الجانبي هذا بكبرة يحتاج له تغيير. أقدر أسوي له ريموف. أقدر أروح على الشوب. والله تصدقون سعر رخيص ما هو غالي. وفي أنواع منه ما هو غالي يا عمي. ركب له هذا أغلى شيء يا حبيبي. خليه ينبسط خليه ينبسط عشان كل يوم يجي يصلح عندنا. طيب إيش في فوق عندنا؟ أوكي أو في قمرة قيادة ثانية عندنا هنا. طيب بدأت اللعبة تلقلق. خليني أسوي ريموف ونسوي له دراكسون جديد. وقع هذا دراكسونة نسوي له أكسبت. إيش فيه باقي يحتاج له تغيير؟ في شيء جوا. أوه هذه حجرة الماكينة ما أدري شلون أدخلها. بس خلينا ننزل من هنا. افتح لي الباب هذا. أوكي السرير يحتاج له تغيير. أوكي تمام تمام تمام. دقيقة دقيقة. اكزت. شيل لي هذه المخدات. يا ليل التعليق هذا. خلاص شيل لي هذا ريموف وجيب لي واحد جديد. كان هو هذا الشكل اتوقع. نركبه ونرجع شو اسمه المخدات حقتهم. سبت. في يا حبيبي ايش هذا الشيء الثاني؟ المحرك لحد الان ماني عارف كيف اوصل له صراحه. اتوقع انه من الباب هذا. يب من هنا. الا كم بطاريه عنده ذا يا ساتر. اول شيء الاسلاك يحتاج لها تغيير كامله. فخلينا نسوي لها ريموف. اتوقع ديسميس. يب ديسميس. تمام نسوي لها الان ريموف. هذه الاولى. تمام الان لازم نجيب لها بطاريه. نسوي لها شراء ونسوي له شراء للكيبل لان الكيبل تعبان. اعطني بالشكل هذا. هذه اول بطاريه خلصناها. الان البطاريه الثانيه. اولا نحتاج نسوي ريموف لاسلاكها بالشكل هذا. تمام سوي لها ريموف. روح على باك شيل لي البطاريه. ريموف جيب بطاريه جديد يا مدير. تمام كيبل جديد شكل هذا. تمام والله اللعبة بدت تكون كذا شوية فيها عرق. خلينا نفك المسامير هذه ونشيل الكيبل ونسوي باك ونشيل البطارية ونجيب له بطارية جديدة بالشكل هذا. عطني كيبل جديد يا مدير بالشكل هذا. تمام دسميس وركب يا مدير. والله اليخت جدا كبير. خلينا نشوف. اوكي خلصنا. الان في باقي عندنا نواقص. عندنا هنا جركل ما ادري ايش يبغى بالجركل لكن نشتري له. اتوقع انه تبع فيول او شيء. باك يا حبيبي. طيب ايش في باقي ناقص ولد؟ ايوه هنا عندنا لايف جاكيت لازم نجيب له واحد. طويله باي. ايش في كمان عندنا هنا؟ البوكس هذا اللي في كل قارب مو موجود. دائما اللي ذا يزرفون البوكس حقهم. يجي يستاجر القارب يزرف ام البوكس ويمشي. طيب الان باقي لنا الكلين. خلينا نروح على الكلين ونبدا تنظيف القارب الضخم هذا. اتوقع انه بيكون متعب شوي لانه جدا ضخم وسخان مره. فبدت الصعوبة تيجي يا شباب. اوكي القارب فيه ضربة يا شباب. اتوقع انه يحتاج لإصلاح. انا اقول وش الشيء الاخير ذا. تمام 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 تمام. ايزي ايزي ان شاء الله. لين بس نخلص التنظيف. اولا البدي اللي تحت. اوكي تمام. نخلص تنظيف من تحت وبعدين نشوف المصيبة اللي عندنا. القارب فيه ضربة يا شباب واكثر من ضربة توقع. لكن خلينا نكمل ونشوف بعد التنظيف ايش اللي حيطلع لنا. قربنا نخلص. باقي لنا اوكي خلصنا الان تنظيف.
الآن خلينا نشوف هذه كيف نحلها. أتوقع إنه بالشيء هذا، هذا شيء جديد ترى. لا لا أبغى ذا ولد بويا. طيب ممكن علقت اللعبة، علقت اللعبة الله يستر. طبعا يا شباب للأسف الشديد صار عندي كراش. كراش هذا البي سي طفى، طفى البي سي وسوى إعادة تشغيل، فما أدري إيش اللي صار بالضبط أو إيش المشكلة اللي صارت عندي. الآن زي ما تشايفين اللعبة ظاهرة أمامكم، حرفيا تخزينتي راحت أبدا، رجعني من جديد ولا كأني لعبت ولا كأني سويت ولا شيء. إيش المشكلة اللي صارت؟ الله أعلم. فأعتذر منكم يا شباب، بنوقف الحلقة عند الحد هذا. ما لنا نصيب إنه إحنا نجرب القارب الكبير. إذا حابين إنه إحنا نجرب مثلا نرجع نعيد، تشوف رجعني من جديد صح؟ يب رجعني من جديد. فإذا حابين إنه إحنا نكمل في السلسلة هذه ونرجع من جديد، اكتبوا لي تحت في التعليقات. كمان يا شباب لا تنسوا تضيفوني على التويتش، ترى أنا قاعد أبث بشكل شبه يومي على التويتش. فتكفون يا شباب لا تنسون تابعوني في التويتش وفي اليوتيوب كمان. إذا ما انتم نسوي اشتراك سوي اشتراك. نشوفك على خير، في أمان الله.